بسم الله الرحمن الرحيم يا سيد يا سند يا صمد يا من له المستند اجعل لي فرجا ومخرجا مما أنا فيه واكفني فيه وأعوذ بك بسم الله التامات يا الله يا على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا يا حافظ القرآن رتل آيه كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا مد لي الشيطان من أسبابه حبلا وثيقا منكرات كنت آتيها غروبا وشروقا كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا مد لي الشيطان من أسبابه هذه حبلا وثيقا منكرات كنت آتيها غروبا وشروقا كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا مد لي الشيطان من أسبابه حبلا وثيقا منكرات كنت آتيها غروبا وشروقا غمزت الآثام لحمي ثم عظمي والعروقا كنت في التفحيط نجما يبهر الدنيا بريقا أجهدت سيارتي من شدة الزحف الطريقا يا رفيق الدار يا رفيق الدرب مهما كنت فذل لن تفوقا والجماهير أصمتني صفيرا ونعيقا كم إطار كان يهدى ثم أرميه عتيقا كم دخلت السجن مرات فأزداد فسوقا أصبح الوجدان قفرا ضامئ الأرض سحيقا والجماهير أصمتني صفيرا ونعيقا كم إطار كان يهدى ثم أرميه عتيقا كم دخلت السجن مرات فأزداد فسوقا أصبح الوجدان قفرا ضامئ الأرض.